عبر الهاتف من الغوطة الشرقية ينضم إلينا حمزة بيرقدار الناطق باسم هيئة أركان جيش الإسلام. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد حمزة. الهدف من تشكيل الجيش الوطني وانطلاقا من هذا كيف سيبدأ بالعمل، من سيشارك، إذا ممكن أن نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الجيش؟ نعم، أسعد الله أوقاتكم وأوقات الإخوة المشاهدين. بداية، هذه المبادرة التي أطلقها المجلس العسكري في دمشق وريخها هي من منطلق رأب الصدع وإنهاء حالة التشرذم والخلاف التي تعاني منها الغوطة الشرقية. وطبعا هذه المبادرة نحن قبلنا بها لما طبعا نعتقده أنه واجبنا الثوري تجاه أي مشروع يسعى إلى توحيد الصفوف وتوحيد الفصائل ضمن جسد واحد. هذا ما نسعى إليه ونرنو إليه ونسعى إليه، وكانت المشاريع السابقة في يعني المشاريع التوحد والاندماج سواء جبهة تحرير سوريا أو الجبهة الإسلامية أو القيادة العسكرية الموحدة في الغوطة الشرقية كانت هذه أكبر دليل على ذلك، وكان وقتها جيش الإسلام يعني رأس حربة فيها ومن الفصائل الداعمة لهذه المشاريع. وبالتالي من هذا المنطلق نحن قد قبلنا بهذه المبادرة ومستعدون للمضي قدما في هذه المبادرة مع كافة الفصائل إن قبلوا بها، ويعني نأمل من كافة الفصائل أن يعني تحذو حذو جيش الإسلام في الموافقة على هذه الفصائل على هذه المبادرة لنكون كلنا في الغوطة فيما يتعلق بموافقة الفصائل أو موقفهم. بالنسبة لمن وافق على هذه المبادرة أو من لم يوافق، هذا الأمر هذا لم يصلنا حقيقة، لأن الأمر هو يعني الإخوة في الضباط في المجلس العسكري هم القائمون على هذه على هذا الأمر، على اعتبار أن الموافقة أو عفوا على اعتبار أن المبادرة هي صدرت من المجلس العسكري، وبالتالي هم يعني اعتقد في اليومين القادمين سيكون هناك يعني بيان من قبل المجلس. نعم، في اليومين القادمين سينشرون بيانا فيه يظهرون به من وافق على هذه المبادره او من لم يوافق. اريد ان انوه الى امر لو تسمحي لي. تفضل. لو تسمحي لي باقل من دقيقه ننوه الى اللغط الذي حصل يعني ما بين او اللغط الذي حصل عند من فهم هذه المبادره وفهم موافقتنا على هذه المبادره حقيقه من سواء اهلنا في سوريا او حتى المتابع للشان السوري، ان جيش الاسلام وافق على جيش وطني. نريد ان نفرق هنا ما بين الجيش الوطني الذي يعتقد الناس انه تبع لنظام الأسد وما بين الجيش الوطني الذي تسعى له الفصائل الثورية في سوريا، وهو جيش يعني تنضم كافة الفرق ويكون ضمن قائد واحد وضمن قرار واحد وضمن راية واحدة، جيش يتبع لسوريا، يكون الجيش إن شاء الله تعالى هو جيش جامع لكافة الفصائل الموجودة في سوريا. هذا ما هو القصد به، ليس كما يظن البعض أن جيش الإسلام سيكون كما رسلني أحد اليوم أن جيش الإسلام سيكون هو والنظام وقوات النظام شيء واحد في هذا الجيش الوطني. طبعا لا يمكن لهذا الأمر أن يتم. قطع الاتصال. طيب، واضح الفكرة على أي حال. سيد حمزة بيرقدار الناطق باسم هيئة أركان جيش الإسلام كنت معنا من الغوطة الشرقية.